هل يجوز الزواج من غير مسلمة إذا بقيت على دينها إذا كانت من أهل الكتاب يعني نصرانية أو يهودية وكانت عفيفة؟ نعم يجوز، وذلك لأن الله قال في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولقد تزوج حذيفة بن اليمان امرأة يهودية فبلغه أن عمر نال منه فذهب إليه وقال: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. فعليه يجوز، والله أعلم. هل يجوز الدعاء باللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ هذا لا يثبت عن النبي وهو في مبناه ضعيف كذلك، ولأن النبي قال: وقني شر ما قضيت، لما علم الحسن بن علي يقول ذلك. هل يجوز استبدال سيارة قديمة بسيارة جديدة مع دفع زيادة؟ نعم يجوز، هذا ليس ذهبا، والله أعلم. ما هو حكم إمامة الصبي لأمه في البيت؟ إذا كان الصبي مميز فيجوز إمامة أمه، وقد ثبت أن عمر بن أبي سلمة يأم القوم وعمره 6 أو 8 سنين، والله أعلم. هل يجوز صبغ الشيب بالسواد للرجال؟ تلك من مسائل الخلاف بين العلماء، فأقول مستعينا بالله إنني سأنوه بالاستدلال بحديثين. الحديث الأول عن أبي قحافة: أتى النبي ورأسه كالثغامة بياضة، فقال النبي: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. زيادة جنبوه السواد أراها ضعيفة معلولة. والحديث الثاني لما قال النبي: لا يكونن أقوام من أمتي يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث وإن حسن أسناده لكن ليس حرمانهم من الجنة بسبب الصبغ بالسواد فيما أفهم من عمومات الشريعة، فهذا يبين سيماهم وعلاماتهم. وقد كان الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص يصبغون بالسواد، ومن العلماء من يقولون الأولى البعد من غير جسم بالتحريم. هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ولكن إذا أصابك شيء من عرقه أو لعابه أو رطوبة منه فعليك غسل المكان ولا يلزم إعادة الوضوء، والله أعلم. ما هو حكم صلاة من لم تمس أنفه الأرض؟ الصلاة الصحيحة مع الكراهة، وحديث لا صلاة لمن تمس أنفه الأرض فهذا حديث ضعيف، وحديث أن النبي قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، ثابت صحيح. ولكن الزيادة التي في هذا الحديث إشارته إلى جبهته وأنفه ليست من فعل النبي، إنما الإشارة مدرجة من طاووس أو ابنه وهو من التابعين، والله أعلم. ما حكم من فاتته تكبيرات الجنازة يأتي بها إذا سلم الإمام لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فبعموم الحديث يشمل تكبيرات الجنازة. هل يجوز للمرأة أثناء الوضوء المسح على الحجاب؟ يرى جمهور العلماء أن الشخص يمسح على ناصيته يعني على مقدمة الرأس ويتم المسح بعدها على الحمامة أو الحجاب، هذا رأي المذاهب الثلاث باستثناء الحنابلة، وقد ورد أن النبي توضأ ومسح على ناصيته وتمم على العمامة، والله أعلم. ما هو حكم الكتابة على القبر؟ فقد صح أن النبي نهى أن يبنى على القبر ويجصص وأن يقعد عليه، أما زيادة أن يكتب عليه وإن حسنه بعض العلماء لكن بعد التحرير والنظر في إسناده زيادة وأن يكتب عليه لا تثبت عن النبي، زيادة أن يكتب على القبر لا تثبت، ولذا اختلف العلماء الأولون، فمنهم من قال لا نكتب للزيادة التي وردت، ولأن القبور على عهد النبي لم يكن يكتب عليها، بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم جواز الكتاب على القبر، متعللين أن هذه الزيادة زيادة القبر على كتابة على القبر ضعيفة، ثم أن القبور على عهد النبي كانت قليلة معروفة، فأما في زمان كثر فيه القبور وشق على الناس تمييز قبر أصحابهم فقالوا لنا أن نكتب، والنبي قال: استأذنت أن أزور قبر أمي، فدل على ذلك أن النبي كان يعرف قبر أمي، وأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موت النبي، كيف عرفت قبر أخيها عبد الرحمن؟ إذا لم تتأتى المعرفة إلا بالكتاب جاز، فمن قال بجواز له سلف ومن قال بعدمها له سلف، والأمر يسير، والله أعلم. سلام عليكم.